بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا رسول الله وبعد أيوة كتير مننا لما بيتكلم على سورة البقرة بنية الشفاء هو بيقول لك أنا قريتها مرة واثنين لكن هو ما بيعرفش سورة البقرة لما تتقري تتقري إمتى وتتقري إزاي ويتقال بعدها دعائي علشان كده في الصباح الجميل دوت النهاردة محتاجين نفهم صورة البقرة لما بتتقري عند مريض أو لمريض بتتقري إزاي صلوا بينا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أول حاجة تحطها نص بعينك إن أفضل شيء يتعمل إن المريض بنفسه اللي يقرأ صورة البقرة سورة البقرة للإنسان المعتاد ما تاخدش منه أكتر من ساعة ونص بالكتير قوي مع أن أنت تديله كل الإمهال وكل الوقت كمان لو واحد حافظ متقن يمكن ما تعديش الساعة بعد ما تصلي على النبي العدنان طيب المريض مش قادر يعمل يعني الشيخ يقراها نعمل إيه؟ نجيب أكتر واحد بيتحرى الحلال من اهل بيته ركز في الكلام ده كويس قوي اكتر واحد بيتحرى الحلال من اهل بيته ويقعد عند راس المريض او عند قدم المريض لا باس او بجوار المريض لا باس ويبدا يقرا سوره البقره بصوت مسموع بحيث يسمعه المريض طيب لما يبدا يبدا ازاي اولا يبدا بفاتحه الكتاب ما يبداش بالف لام ميم زي ما ناس كتيره قوي بتعمل لا لابد وان يبدا بفاتحه الكتاب ثم بعد ذلك يكمل قراءه سوره البقره طيب وهو بيقرا سوره البقره لابد وان يكون متوضئا ويا حبذا لو انه صلى على النبي صلى الله عليه وسلم قبل القراءه، ويا حبذا لو انه صلى ركعتين لله سبحانه وتعالى بنيه قضاء الحاجه او بنيه الشفاء. لما يخلص سوره البقره كامله بجوار المريض يعمل ايه؟ يبدا يقترب من المريض. يقرب من المريض ويبدأ يسيب المصحف مفتوح قدامه خلي بالكم واحد يقول لي هبص في الموبايل او هقرا من حفظي اقول له لا الافضل ان تفتح المصحف حتى وان كنت حافظا متقنا لان مجرد النظر في المصحف عباده يحبها الله ويحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد ما تخلص القرايه تبدأ تقول الدعاء ده اكتبوه ورايا بنفس الصيغه فانه مجرب ان شاء الله لشفاء الامراض. ابدأ ارفع ايدك كده لربنا في تذلل وخشوع وسكون وانكسار وقل اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه صلاه ترزقنا بها كل خير وتحجب بها عنا كل سوء ومكروه يا شافي الامراض اتوسل اليك ان تشفي مريضي وان تمن علي وعليه وعلى عبادك بالصحه فانت ولي ذلك والقادر عليه رب اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين اللهم اشفني من كل الم اتالم منه وعافني من كل داء عجز الطبيب عنه ولا تدع لي جرحا الا داويته واجعلني من المشمولين بجبرك وعطفك وشفائك ورحمتك يا ارحم الراحمين اللهم إن مرضي وضعفي أدركت فيهما أنني لا حول لي ولا قوة إلا بك وأن الصحة والعافية منك وحدك لا من غيرك فامنن علي بعاجل شفائك لا أجله واجعل لي كل ألم أتألمه تكفيرا لسيئاتي وسببا في زيادة حسناتي اللهم إن الآلام قد ألمت بي وأوشكت على الفتك بجسد الضعيف وعجز الطبيب وخانته العقاقير فخذ بيدي إليك أخذ الكرام عليك فخذ بيدي إليك أخذ الكرام عليك فخذ بيدي إليك أخذ الكرام عليك فخذ بيدي أخذ جبر وشفاء ومعافاة ومن وكرم ومن علي بشفائك أنت الشافي المعافي لا شفاء إلا شفاءك يا أكرم الأكرمين دعوتك وانت على كل شيء قدير بان تنفث في جسد الشفاء وفي روح العافيه كما نفثت الروح في طير ابراهيم واعد لي الصحه والقوه كما اعدت الحياه لمن مات بعد مئات السنين انك على كل شيء قدير اللهم اني اتوسل اليك بفاتحه الكتاب وبصوره البقره التي قال النبي صلى الله عليه وسلم بان اخذها بركه اتوسل اليك بها يا ارحم الراحمين وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واله وحقه وقدره ومقداره العظيم ان تمنن علي بشفاء عاجل وعافيه مستدامه يا اكرم الاكرمين ثم بعد ذلك بعد أن تنتهي من هذا الدعاء وكنت قد انتهيت من سورة البقرة تعيد خواتيم سورة البقرة من أول آمن الرسول بما أنزل إليه ثم تكرر الدعاء مرة بعد مرة بعد مرة يعني احنا بعد ما نخلص السورة نهائيا هنقول الدعاء ده اكتبوه صوروه من الموبايل اعملوا أي صيغة المهم أن حضراتكم هتقولوا الدعاء ده وبعدين هنعيد تاني آخر في سوره البقره من اول امن الرسول بما انزل اليه من ربه لحد انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وبعدين نقول الدعاء ده وبعدين نعيد الايات دي تاني مره تانية وبعدين نقول الدعاء ده وبعدين نعيد الايات مره ثالثه وبعدين واحنا بنقول الدعاء في المره الثالثه نجمع اليدين على الفم ثم نقول الدعاء فيهما ثم ننفس سلاسا يعني ننفس سلاسا يعني ننفخ ثم نمسح على المريض فإن فيه الشفاء العاجل إن شاء الله إلا أن يقدر الله خلاف ذلك خذ الأمر بيقين وبتسليم لله العلي القدير وثق بأن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يغير وعلى أن يفعل المستحيل صباحكم أمل صباحكم شفاء صباحكم رحمة صباحكم عافية صباحكم نور صباحكم موصول بالنبي الرسول وصلي اللهم وسلم وبارك على نبي البركات وعلى آله وصحبه وسلم